اه يا حسن، مين اللي يقدر يدخل عند الرئيس يونس؟ الناس اللي كل همها ان انت ما تقبش علي اللي بوظوا لنا المراكب بتاعتنا. اكيد خلي يونس خد على خاطره منك يابا. ما ياخد على خاطره ولا يتفلق حتى. جرالك ايه يا سمك؟ هو يا خالك يونس ده صغير، ده راجل كبير وبيفهم، شاف الدنيا اللي قلت يقول لك قوم يا سمك روحي. هي دي الاصول. اه يابا، اصل انت ما عرفتش ايه اللي حصل. اصل وانا قاعد عرفت ان الست اوسه جايه، فقلت يعني اقعد شويه استناها عشان اسلم عليها. قلتي الحمد لله. وانا كمان الحمد لله. تشيل الاكل برضو. خالك يونس غلطان. اه ده خالك خايف عليكي، يقول لك ابوكي زمانه قلقان. اه وبعدين ما قلتليش ليه ان اوسه جايه؟ كنا قاعده استناها سوا. هو انا لحقت يابا انت؟ ده انت خدتني على ملا وشي. يا بنت اغمزيلي، اديني اي اشاره هفهمها وهي طايره. خلي بالك يابا، الست اوسه روحها وقلبها كده على علي واللي معاه، يعني هي لو حد مسهم ولا مس شعره منهم كانه مساها هي شخصيا. اه خساره، حلو ما بيكملش، لازم الورده يبقى لها شوك. طيب انا بيني وبين الاولاد دول حاجه؟ ده انا حتى علي ده حبيبي. اه ومش هو بس، حتى الواد الرز اللطخ اللي معاه ده اللي اسمه حسن ده بقى على قلبي زي العسل الاسود. اه يعني انا مفيش بيني وبينهم حاجه، انا بس زعلان ان علي ده يعني مش عاوز يجي من الباب، عمال ينط لنا من الشباك. يابا ما انت اللي قافل كل البيبان والشبابيك. نفتحها يا ست سمك. يا سلام. اسكت يا سمك يا بنتي، ده اوسه لما كلمتنا عن الواد علي تفهميش قلبي انفتح له ازاي. اه رسم وكسم ملبن. تقوليش غزل بنات يا بنت سمكه. لو الناب كل ده شايفه في علي يابا. اه اه اه, آه. علي واصحابه واهل حتته كلهم. حكيم الست اوسري فرصه، فرصه اصيله. اسال ابوكي بقى. اه ابوكي اخصائي خيل، ابوكي ينقي الفرصه الاصيله من وسط الف. طب يابا انا كنت عايزه يعني اعدي على خالي يونس بكره عشان اسال على الست اوسه، بس مش هروح بقى عشان ما ضايقكش. تضايقيني؟ مين قال يا بنتي ان انت هتضايقيني؟ لا 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 لا، الاصول الاصول، وانا راجل افهم في الاصول. انت من بدري تقومي تخطفي رجليكي وتروحي لهم على طول. يعني لما اشوف يابا. مفيش حاجه اسمها لما اشوف، ابوكي شاف وخلاص. الله، جرالك ايه يا سمكه؟ ست اوسه دي مهما كان ضيفه علينا هنا، ولازم نقوم بالواجب معاها. اه قوم يلا نامي بدري كده علشان تصحي بدري وتروحي له. ما كنتش تحلف يابا وتصمم رايك. تصبح على خير. وانت من اهله، انت من اهله يا حبيبتي. اوسه، يا ترى اسم اوسه ده جاي منين؟ اوسه، ايوه جاي من بوسه. كله حواوشي.
لازم يقف.